أعزائي المشاهدين مرحبا بكم مانوفو في عدد جديد فيه اليوم غادي نشوفو بعض المشاكل اللي عاني منها المحيط والحيوانات اللي مضاري نشوفوها بالشريط والحرارة والأوزون والنبات كانت في طور النمو اليوم صبحت في الممات مشاكل كبيرة السبب فيها كول وقيس والدخان اللي يخرج من اللوطو والأوتوبيس ساشيات مقيوسين ونفايات وليكوش تاع لي بيبي ينقصوا من الباطيمات على ديك ليكيب تاع رابي نيوز خيرت هذه السوجي باسكو حاسات ولازم كل واحد فينا يبوجي الأزمة راهي توشي كاع لي كاتيجوري إنسان ونبات وحيوان اللي مربي في كوري بوسطيلة ألو والو راك تسمع ولا والو قولي شراهم يقولوا لي يخرج راني تما واجد ديما ديما راني نكلم فيكم من مجلس الأمة راني تما واجد ديما ديما راني نكلم فيكم من مجلس الأمة يا مان راهم يهضروا على البيئة والمحيط هما قالوا المشاكل اللي سببها المواطن البسيط وراهم يقولوا غادي يمنعوا الصيد وداروا دوريات اللي في العش يعدوا البيض هما قالوا وانا ما فهم والو الصبح يتربي وهما يهضروا ويشالوا السلام عليكم كيما درتوا قاع انتوما ونوصل السلامي لبويا وما وولاد الحما نشكركم معنا الثقة ولا تكتبوا لي كلمة بصح قبل ما نبدا غادي نضرب كامل شما باش نطلع نفهمها والهضرة تودي ميزان هكا قالوا لي جان الخدمة راس والحكمة في اللسان انا نقول باللي عندنا بروبلام الناس باغي تسكن والاراضي تفوق لال امالة انا عندي ايدي وليدي تقول باللي الاراضي فيا حية اللي راه عايش فيها يقليل غادي نبنوها ونديروها باطنات باسكو ما عندنا ما نديرو بالشجرة والنبات الشعب خاصة سكنات راه مديق مرضى وكي نسحقو البطاطا نجيبوها من كندا ونزيرو تاني مركب سياحي وفي بلاصة الورد نديرو العشب الاصطناعي اصطناعي كلش اصطناعي فلسفتكم متجوع الديب وتغيض الراعي بالبلاي وبالبيلون الى متى تهدرون 16 و2000 ونحن متاخرون شعب ماشي واعي بالخطر اللي عايش بيه ومسؤولين مشغولين بالكرسي وشكون يديه وين راه الحل في الازمه اللي رانا فيها تلوث وغبار وروائح الكريهه علاش وكيفاش هاد الشيء اللي غادي نعرفوه في ربنا درب لا ما تخاف المشكل نطرحوه تفضل سيدي بصفتك كمسؤول على موضوع نظافه المحيط واش تقول السلام عليكم دابور نقدم نفسي انا هو المسؤول على البيئه في بلاد الكرسي تهضروا على الغبار ما دخلت ليش فراس باسكو وين ما نسكن انا ما كاينش خلاص وكونتير فيها الورد والغازون والريحه زينه والهواء نقي في الزنقة تشم ريحة الكوزينة با دو كوا غاف و با دو ساشيات الحومة وين ما نسكن مرسومة كالميكيات تهضروا للنظافة درناكم العمال يفوتوا كل صباح باش يفرغوا لي بوبال بلا ما تقولوا صحيح راني هنا في خدمتكم قبل ما نخمم في روحي نخمم في صحتكم خبر عاجل جانا خبر عاجل خبر عاجل جانا خبر عاجل قال لك خونا سليمان داوه للمستشفى في قاعة الانعاش راه التم باش يتعافى باش نعرفوا التفاصيل اللي معانا الان شاهد عيان في الحادث تاع سليمان قول اهدر تكلم خونا عبدقة احكي لنا تفاصيل الحادث بكل دقة خبر عاجل جانا خبر عاجل خبر عاجل جانا خبر عاجل كنت مريح عند البلوك تاع لاسيتي زبيدة متاقة قصد بورصة فيها ديجي هذيك البورصة جاو الكلاب تاع الحومة نبشوها فركتوها وداو غي العظومة وراهم جاو الكطوطة زادو نبشوها مليح زربعوها في الأرض واللي بقى داها الريح جا سليمان قعد يحاوس في الكطوطة وهو يجري عفس على حبة كروطة زلج المسكين في السما دار بوتسيزو تخلخل سليمان ومن عقله راح له الريزو سبابه بورصة قصدها زبيدة باسكو عجزت طولها وبال جاتها بعيدة والان في ركن قلبي وقلبك عند البوشي اللي عقله رام بوشي واللي قلبه رام توشي تقدر تعبر ولا تقول ولا تبكي قاع لي سنتيمون لي في الكون في الرخم مرتاح للغابة جبتك اليوم علاش باش تديفولي وديكاجي الهموم ياك على بالي راكي مهمومة في الدار تعرف صراحة كاتلني الشقة عمرك ما غادي تنزي هاد النهار صحيت عمرك كيفك جامي نلقى هاد الهضرة ما تقوليهاش تستهلك تر عمري ما تعوديهاش
حبي ما تزعبش مني انا قولي شجبت لي باش ناكل راني جيعانه جبت سلطه وبطاطا مقليه وزوج مركزات حبه ليك وحبه ليا ديروهم كاع في مقطوعه تكون طريه بالملح والمطارد باش نفتحوا الشهيه ايه ما تنسيش حاجه نفكرك بيها مور الماكله ديري لابوبال لهيها هو عمري دروك راني عيانه فكرني مين نروحو باش ندوها معانا صحة حسيتي روحك كاليس عجبتك البطاطا المقلية بالمركز واه عمري ما ننساش هاد النهار اللي فوتها معاك بصح يليق نروح للدار باسكو راني روطار باش نيفيتي الهضرة لو كان في قوبية كملها في المقبرة انا كرهت غادي نعطيها في بوطي كنت مليك في شجرة حتى ضربوني بقوطي واحد شعل النار الاخر قايس زداجة هاد الخلوطة كاع غير باش يشوي مركزة واحد جاب الفاميلا باش يفوت النهار كي تلاو شبع وقاصد يشعل جاز يطفي النار واحد مطول والاخر خابط مور قايس روحه ويكمي في المربور وتاع الفور واحد جا للغابة باش ياكل قوطي دانيس طالق اللي بافافو ويشع في الحيوانات ما عرفت كي ندير نرفد قشي ونهيم بقات معيشة هنا حسيت روحي فيكتيم اعزائي المشاهدين العادة تاع اليوم كمل نتمنى تكونوا قانعين واللي ما فهمش يجي يسأل على راب نيوز واه @gmail.com اعطونا رايكم حنا منكم وهذه حصتكم ايا وتشاو باي باي زيدوا تابعوا ما تنساوش في الاستفسارات رانا قارعوا الى اللقاء في عدد جديد ان شاء الله مع تحيات حصتكم راب نيوز واه